يقول السائل: نرجو تحديد المسجد الحرام التي هي داخلة أو حدود الحرام التي هي داخلة في حديث فضل الصلاة في المسجد الحرام، بارك الله فيك. حدوده الأميال، أميال الحرم والأعلام المنصوبة على حدود الحرم من كل الجهات، هذه حدود الحرم المكي. وحرم النبوي أيضا، حرم المدينة أيضا وضع له علامات وأعلام تبين حدوده.